8 توجيهات عاجلة من وزير التعليم لمدير المديريات التعليمية قبل امتحانات الثانوية العامة. مشاهدي ومتابعي تلفزيون الوطن في كل مكان، أهلا وسهلا بكم في نشرة إخبارية جديدة. خلاص امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي على الأبواب، وطبعا الامتحانات هتعقد يوم الاثنين الموافق 12 يونيو المقبل وتستمر حتى يوم 13 يوليو، وهيتخلى الامتحانات 5 أيام أجازة من يوم 27 يونيو وحتى 1 يوليو بمناسبة عيد الأضحى المبارك، على أن تستأنف الامتحانات يوم 2 يوليو. وعلشان كده وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور رضا حجازي أصدر توجيهات عاجلة لمدير المديريات التعليمية بمختلف محافظات الجمهورية للاستعداد الجيد للامتحانات. طيب إيه بقى التوجيهات العاجلة دي؟ تعالوا نقول لحضراتكم التفاصيل. التوجيه الأول إعادة تدوير العمال داخل الإدارات في لجان الثانوية العامة، والتوجيه الثاني منع تحويلات الطلاب من المدارس بعضها لبعض ومن الإدارات التعليمية بعضها لبعض للحد من ظاهرة الغش. أما التوجيه الثالث تمثل في استبعاد اللجان التي شهدت شغب أو غش العام الماضي. التوجيه الرابع تمثل في وضع كاميرات مراقبة باللجان الامتحانية لرصد أي محاولات الغش وإيقافها قبل أن تتم، وكل ده لصالح الطلاب لتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بينهم. أما التوجيه الخامس تمثل في وضع باركود على البابل شيت وورقة الإجابة للأسئلة المقالية من بيانات الطالب، وأسفل الورقة لضمان حق الطالب وللحد من ظاهرة الغش الإلكتروني. أما التوجيه السادس تمثل في العمل على توافر أعداد كتيبات المفاهيم في كل مديرية لضمان توفر الأعداد الكافية لطلاب الثانوية العامة أثناء الامتحانات. التوجيه السابع تمثل في الانتهاء من تجهيز استراحات المعلمين المشاركين في أعمال امتحانات الثانوية العامة 2023 بشكل يليق بمكانة معلمي مصر، وكذلك مراجعة كافة الاستراحات ورفع كفاءتها لتكون مناسبة لاستقبال المعلمين والمراقبين. فيما تمثل التوجيه الثامن في ضرورة مراجعة أعمال الصيانة في كل لجان الثانوية العامة وتجهيزها بالشكل المناسب لضمان راحة الطلاب خلال فترة الامتحانات. الدكتور رضا حجازي كمان أكد أن امتحانات الثانوية العامة هتكون ورقيا بنظام البابل شي، وتحتوي على 85% أسئلة اختيار من متعدد و 15% أسئلة مقالية، وأن أعمال التصحيح ستكون إلكترونية دون تدخل العنصر البشري تجنبا لحدوث أي أخطاء. وقال إن كل طالب سيحصل على درجاته التي يستحقها، وإنه لن يسمح بوجود غش جماعي أو إلكتروني داخل لجان امتحانات الثانوية العامة. وبكده تكون انتهت نشرتنا الإخبارية. شكرا لحضراتكم على طيب المتابعة.